بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الرياضي الكريم، أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان نظرات وآمال غير عاطلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم دافورينا، نستهلها بعنوان واحد وواضح ولا لبس فيه: يا صعبة يا اتنين عور. المباراة القادمة بين الترجي التونسي المضيف والهلال السوداني الضيف لا تقبل القسمة على اثنين. ولكن قبل ذلك سأتناول ما كتبه الأستاذ سيد الطيب، وقد رفضنا بذلك الأستاذ عصام ود الجبل. وكتاب سيد الطيب، الأستاذ سيد الطيب، كان في غير الموضع الذي نتناول فيه نفس ما كتبه، في المقاربة والمقارنة، فهو قد اختار السياسة بينما نحن قد اخترنا الرياضة. يقول في كتابه: قال الخليفة عبد الله التعايشي يحدث فوزية المصرية، وكانت فوزية المصرية قد أهدته صينية كنافة استحسنها مرة بعد أن تناول كنافتها، ثم أعاد طلبها في اليوم التالي. فلم تتردد فوزية المصرية وقامت بصنع الكنافة، صينية كنافة، مرة أخرى وأرسلتها إياه. فأرسل إليها في اليوم الثالث مرسالا يحمل هذه الكلمات: معونك ضيق. ففهمت أنه يريد صينية كبيرة، فاعتذرت في أنها لم تكن تدري أنه قد استحسن كنافتها، وأنه لا بأس في أن تزيد حجم الصينية. فاستحسن أيضا كلامها واعتذارها، وأرسل عليها مرة أخرى في اليوم الثالث قائلا: كلامك حلو وأكلك طاعم، إلا معونك لسه ضيق. وزادت من حجم الماعون مرة أخرى، لكنه في كل يوم يرسل نفس المرسال إليها بنفس الكلمات: كلامك حلو وأكلك طاعم، إلا معونك ضيق. فما كان منها إلا أن هربت، لأنها أدركت أنها لم تستطيع أن تجاري الخليفة، وأنها إذا تقاعست فإن السيف سيجز عنقها، وبالتالي هربت ذات ليلة من أم درمان ثم إلى مصر. سنقتبس هذه الطرفة، وأنا والله لست أدري صحتها، ولكني أثق في كاتبها. ونحن نقول مقاربة لذلك أو مقارنة بذلك لفلوران ولكتيبته: لعبك حلو وشكلك جميل، إلا نتائجكم شين التب. ودي مسألة
لا تتناسب، يعني لا تتناسب قدراتك التي لعبت بها في المباريات الخمسة الماضية مع النتيجة التي وصلت إليها وجمعك من النقاط، ولم تنجح استراتيجية السناجب في أن تتمكن في حصاد عدد مناسب من النقاط. ولكننا مع ذلك نرفع راية واحدة، يا صابت يا اثنين عور. الهلال لا يحتاج لأن يؤدي جيدا، اللي أنا أقصده مش أنه ما يؤدي جيد، لكن يعني لا نحتاج إحنا أن نخرج من المباراة القادمة نقول والله أنه الهلال أدى أداء جيدا ولكنه خسر النتيجة سواء بالخسارة أو بالتعادل. خلاص أن إحنا ندرك الآن، أو أي شخص حتى أولئك الذين هم من خارج البلاد، الهلال حيدهم تماما وأدى مباريات جميلة جدا، لكن هذا الأداء لا يتناسب مع النتيجة. وأنا لست مع الذين يتحدثون كثيرا في أن الهلال ينقص رأس حربة أو ينقص كذا. أنا أفتكر أن المجموعة دي مع قليل من الإدراك لطبيعة كل مباراة تستطيع أن تحقق أي نتيجة مع أي حاجة، وربما تصل إلى النهائي وربما تفوز بالنهائي. ممكن واحد يقول لي والله يا أخي أنت مستعجل أو أنت طموح زيادة عن اللزوم أو أنت كذا، ما في مشكلة، يعني كل واحد يعني يمشي بالطريق اللي هو عايزه. في واحد أبو حلم ثاني يوم بغرز جمهورية، يعني احنا ذي الوقت دارين نحلم بالهلال ده لأنه هو الوحيد الآن الذي يمثل الكرة السودانية، يمشي كده أول شيء خلينا كده نتخطى الترجي ده. فالترجي ده الطريق الوحيد السياق إنك تلعب بها، إنك تلعب بأسلوب يا صابة يا اثنين عور. لو حتمشي تلعب بنفس الطريقة اللي لعبت بها السنة الفاتت ما في نفس الظروف دي الموسم الفات مع الأهل الغاهري، فإنت ما حتكسب النتيجة حتى لو خسرت بالتعادل، يعني ما حتكسب النتيجة. عشان تكسب النتيجة المسألة تحتاج إلى جرأة كبيرة جدا جدا، وإلى استيعاب الموقف اللي أنت فيه وقراءة المنافس بشكل جميل. عجبني جدا انه في تصريحات فلوران الاخيره قال انه الترجي اللي لعب الجوله الخامسه ليس هو الترجي الذي لعب الجوله الثانيه مع الهلال، ودي حقيقه ما فيها اي نقاش، وانا ذكرتها في الحلقه السابقه بعد مباراه النجم والترجي، قلت انت هتلعب مع فريق ليس هو الفريق الذي لعب معك في دار السلام. يبقى احنا متفقين على هذا الاساس، لذلك عندنا بعض النقاط عايزين نمشي فيها ونتحدث فيها بخصوص المباراة القادمة. اول حاجة لا لرهاب الجولة السادسة والخوف من المباريات الحاسمة، ده اذا انت دخلت ورجليك بترجف او دخلت و يعني انت غير مدرك لانه انت جاي تاكل النجيلة، يبقى حتحصل على نفس اللي انت حصلت على السنة الفاتت. ودائما احنا بنقول لا يمكن ان تمارس نفس الافعال في ظروف مختلفة، تستعيد نفس الظروف السابقة وتتخيل نفسك انك حتحصل على نتيجة جديدة. النتيجة الجديدة اللي انت محتاج لها هي اول حاجة انك انت ما تخاف من المباراة، هي مباراة عادية جدا حتى لو اتهزمت، لكن يجب أن تسيطر على هذه المباراة من جول التيت لغاية جول التيت، تسيطر عليها كاملا. دي نمرة واحد. وأنا بقدم حاجة شفناها كلنا، استلهموا مفاجآت كأس الأمم الأفريقية السابقة، ساحل العاج دي جابوها من المقابر، إذ غلبت في بلدها في المجموعات مرتين وفيهم مرة بأربع أهداف من غينيا الاستوائية، ومع ذلك وطردوا المدرب وعملوا كل حاجة ودخلت عن طريق منتخبات أخرى
بتعادل موزمبيق وغانا عشان هي تطلع. ومع كده بس كمان المغرب غلبت لها مالي، مالي او غلبت لها واحد من الفرق، ومع ذلك وصلت لغاية النهاية وفازت بالكاس. دي واحدة. استلهموا ما قدمه الجبل الأخضر من مباريات، صحيح هو ما وصل لكن وصل إلى دور الأربعة واستطاع أن يعني يمشي كده. استلهموا موريتانيا اللي تهزمت المباريتين الأوائل ثم فازت في المباراة الأخيرة على منو؟ على الجزائر، أحد الفرق الأبطال المصنفين في أفريقيا، وبالتالي ما في حاجة بتمنع. نعم التاريخ، التاريخ في مصلحة الترجي، الأرض بتلعب مع الترجي، الجمهور حق الترجي، وعلمنا أنه حتى هذه اللحظة استطاع أن يوجد ترخيص ب 26 ألف لحضور هذه المباراة. ده كله ترموا وراكم وتبدو كأن ذلك لم يكن، لأنه 90 دقيقة شيء والتاريخ شيء تاني. صحيح الترجي فريق كبير له كل الاحترام، صحيح الترجي نفسه من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، نعم صحيح أن الترجي نفسه الفريق الأول في تونس، نعم، لكن ده كله في داخل التسعين دقيقة موضوع آخر ما عنده أي علاقة بهذه المسميات. تاكل النجيلة تغلب البرازيل، لا الترجي ولا غيره. طيب الحاجة الأهم إنه لا اجتهاد مع نص ولا لأي استراتيجية لم يتم التدرب عليها، بمعنى ما يعني ما ممكن تجي تقول والله أنا داير ألعب بثلاثة قلوب دفاع وأنت ما حصل لعبت بثلاثة قلوب دفاع، ما تجي تقول والله يا أخي أنا داير أجرب اللاعب ده، ده ما وقت التجريب، تلعب بفريقك الأساسي اللي أنت بتلعب به بشكل دائم، أو على الأقل اللي أنت لعبت به المباراة السابقة في نهاية الشوط الثاني، ده فريقك الأساسي اللي أنت لعبت به، تلعب بهذا الفريق حتى تستطيع أنك أنت تعمل نتيجة. أنت الآن محتاج لنتيجة، التجريب البتاع ما لم تكن هنالك ظروف قاهرة تسهر خلال الأيام دي يبقى ما زي قصة عثمان ضيوف لما ادعوك انت ما عندك، يعني لما اصيب انت ما كان عندك يد في مثل هذه الامور، دي اقدار، ده اسمها فورس ماجور، يعني اقدار حاجة قهرية ما بتقدر انت تتعامل فيها. في غير كده تلعب كورتك اللي بتعرفها، انه عدم لعب كورتك اللي بتعرفها اثر عليك في المباراة السابقة وخلاك تخرج بخطأ. ده نفس اللي اتعامل مع سان داونز، التفكير الزائد بيخليك انك انت ما تمشي، بيشلك عديل، يعني عديل بيشلك. ابعد من هذه المسائل، ودي نصائح افتكر انها مهمة وممكن التعامل معها. طيب بنتحدث كثيرا جدا عن مشكلة الاهداف وانه فريقنا ما قاعد يهدف، الحقيقة غير صحيح، ما صح الكلام ده، الفريق قاعد يهدف، صحيح في المباريات الرسمية ما قاعد يجيب أهداف كثيرة، نعم، السبب شنو؟ السبب هو هل هو عدم جودة اللاعبين، وإحنا دايرين لنا كل مرة نجي بعد كل كورة نقول والله إحنا دايرين لنا مهاجم صريح، أنا بفتكر إنه ما في أحسن من محمد عبد الرحمن ده في أفريقيا دي كلها، الناس قد ما تختلف معي جذريا في الكلام ده، لكن ده رأيي أنا الشخصي. وبقوله ليه؟ باعتبارك انك انت قاعد تسمعني الان، قد لا تتفق معي ماشي براحتك، لكن ده رأيي انا، ما في لاعب عندي امكانيات قدر محمد عبد الرحمن، لكن المشكلة ما في محمد عبد الرحمن، المشكلة في جودة الفرص. كل الفرص اللي قال هلال وكانت جيدة دخلت هدف، كل الفرص اللي قال هلال وكانت جيدة أدخلت أهداف وأحرز منها الهلال أهداف، هدف بابي عبدو في النجم الساحلي، أهداف الهلال التي تم إلغاؤها في مباراة النجم الساحلي اللي طلع التعادل 1-1، أهداف الهلال الثلاثة اللي جات في الترجي التونسي، كل ده بسبب أنه جودة
ودايما مشكلتي انا بفتكر في اللعبه، يعني لما تبقى اللعبه دي، هل انا اشوط في الجون ولا العب الكوره باص؟ القرار ده هو اللي بيبوظ العمليه بتاعت والدليل على ذلك ان احنا الكوره اللي بتحت في مباراه النجم الساحلي المشؤومه اللي طلعت 1-1، المباراه دي الكوره النهائي في الاخر لقاها مزمل، ياسر مزمل، دي هدف حقيقي ما في سبب يخليه يطلع بره الشبكه، لكن القرار الاخير ده كان مهم لانه هو بيفكر يشوت ولا يلعب الكوره دي باص، يشوت ولا يلعب الكوره دي باص، فلما قرر انه يشوت كان الزمن كان ما قدر يظبط. تعال نشوف كوره ثانيه في مباراه الترجي، الباص اللي اتلعب بالكعب من جون مانو ل بابي عبده، مشى ووقف على كورته لغايه ما حس انه حيشوت، وكان مقرر من الاول انه يشوت في الجون، ما داير يدي زول باص، لذلك احرزت. فاحنا مشكلتنا في تهيئه فرصه حقيقيه لاحراز هدف. وارجع برضو للاهداف اللي احرزها الهلال في المباريات الوديه، صحيح المباريات الوديه ممكن ناس كتار جدا جدا عندها فيها راي، لكن بقول لك كل ما كانت هنالك جوده في نوعيه جيده من الفرص كل ما كان المسألة صحيحة. عشان كده احنا محتاجين لتنويع هذه الفرص. اذا كان في تدريبات الان خاصة بالمهاجمين، يبقى هذه التدريبات تعمل ثلاث حاجات اساس: ضربات الثابتة بمختلف اشكالها لازم تجي هدف، زي ما جات هدف في مباراة الوحدة على ما اذكر، او كده، او اللي جابه فارس لازم تجي هدف او يجي منها هدف، دي واحدة. الحاجة الثانية ضربة الجزاء لازم ما تضيع، اذا حدث قد تحدث لك. والحاجة الثالثة تنويع الفرص، يعني ما تبقى زول محفوظ او فريق محفوظ انه والله ايبيولا بيطلع يعكس الكرة واحد يشوت يدخل جون او يضربها هيدا او كده، أو لازم تغير الفرص، ولازم يكون عندك من محاولات للاختراق من منتصف الملعب أو من العمق، لازم يكون عندك طريقة بتاعت 1-2، 1-2-3، يعني 1-3 ده مهم جدا، 1-2 برضه مهمة جدا، لازم يكون عندك واحد يعني عنده الجرأة في إنه يتوغل الى داخل الصندوق، يا جات هدف يا لعب باص جا منه جون، يا شات هو نفسه في الجون احرز منه هدف، دي مسألة غاية في الأهمية. وبالتالي إعادة صياغة التنوع وإعادة صياغة نوعية الفرص وجودتها مهم جدا جدا. بالمقابل نحذر الضربات الثابتة والخبص الكروي والحكم، ولا بد من تحييد التحكيم تحييد التحكيم وتحييد الجمهور، وده ما بيتم الا اذا لعبت كوره جميله. يعني كل ما الجمهور احس بانك انت فريق ضعيف وفريق يمكن ان تؤكل في اي وقت من المباراه يظل يشجع، كل ما انت اقنعت الجمهور بانك انت حتقضي على فريق ده، كل ما حيدت هذا الجمهور، وكل ما حيدت الحكم ذاته بانه ما يقدر. الاهلي ده غلب الترجي في مباريات نهائيه 2-3، انت تستطيع ان تفعل نفس القصه. انت قبل كده تعادلت مع الترجي 1-1 مع جودوين بضربه جزاء بجودوين في المباراه، برضه في نفس القصه، المباراه كانت المباراه السادسه وانت جيت عملت كده. لابد من العوده الى اسلوب الضغط العالي والضغط والعكسي طيله المباراه، لا تدع الترجي اصلا يستلم زمام الامر في المباراه، لا من حيث الاستحواذ ولا من حيث الخطوره، ودي مسألة مهمة. وإحنا تحدثنا عن إنه الترجي الآن اختلف عن الترجي الفات في الحلقة الفاتت، وقلنا إنه اللاعب رقم 37 الكنغولي ورقم 38 في وسط الملعب الكنغولي، بالإضافة إلى رياض
عياد، الرياض عايب الجزائري، والفريق ما بيلعب 4-3-3، بيلعب 4-3-2-1. ساس والكنغولي بيلعبوا تحت البرازيلي، ساس البرازيلي والكنغولي بيلعبوا تحت رودريغوز، فعملوا حسابكم من هذه المسألة. نمرة اثنين، في نقطة مهمة جدا، الإرسال الطويل. طبعا واحد من الحاجات اللي كتلتنا الإرسال الطويل في المباراة اللي فاتت، المباراة بتاعت بترو أتلتيكو. طيب هل الإرسال الطويل سيء؟ لا ما سيء، شرط إنه يكون جزء من التنوع بتاع الكورة. دي نمرة واحد، يكون جزء من التنوع بتاع الكورة، وعشان يكون جزء من التنوع ما يكون كل اللعب، لابد من واحد من واحد او اثنين من وسط الملعب ينزل عشان يجيب الكورة ويسهر للباقين. يعني لازم نسهر اللاعبين، يسهروا لبعض ويعطوا مجال للرؤية والتمرير، مهم جدا، وبالتالي يمرق، والهلال بيمرق كويس جدا جدا. نمرة اثنين، اذا كان ضروريا انه انا في الوقت ده حالعب ارسال طويل، يبقى هاجم المساحة، ما العب الكورة في يعني واكون قاصد ان الكورة تجي في راس او رجل محمد عبد الرحمن، او في رجل او راس البرد، ولا في رجل او راس بابي عبدو او غيره من اللاعبين. انا بلعب الكورة في المساحة عشان اللاعب بتاعي يجري بوشه والمدافع يجري بظهره. يعني المدافع لما يجري بوشه على جولهم بيكون الأفضلية بتكون للمهاجم ما بتكون للمدافع. إنما لما تلعب للاعب في رجله أو في راسه وهو مدي ظهره للجول، القصة دي ما بتنفع. فأنت تهاجم المساحة، ما تلعب الكورة لمحمد عبد الرحمن عشان محمد عبد الرحمن يثبتها وبعدين يطلع من الباك ولا قلب الدفاع او كده، او ما تلعب للبرت عشان يعمل نفس العملية، او بابي عبدو عشان يعمل نفس العملية. انت تلعب في المساحة الفاضية وفي انصاف المساحة عشان تخلق خطورة صحيحة، وده بيرجعنا لنوعية الفرصة اللي بتتلقي. دي مسألة مهمة جدا. طبعا الترجي من اول دقيقة حيلعب معاك بضغط عالي عشان يمنعك من صناعة اللعب من أول دقيقة حيلعب معاك، وعمل العملية دي مع النجم. شوف المباراة بتاعت النجم الساحلي الأخيرة دي، هتلقاه ضغط على النجم من أول دقيقة عشان يمنعه من اللعب من الخلف وبداية الكورة براحته، وحيكون عنيف جدا في التعامل معاك وفي الهجوم على اللاعب حامل الكرة، وده مهم جدا جدا. عشان كده كل لاعب يسهروا لأربعة عشان يلعب، يقدر يلعب باص صحيح ما يخطئ. الحاجة الثانية، الترجي ما حيخليك تلعب براحتك عشان انت ما تقدر تبني لعب وتلعب له الكرة الدقاقة دي اللي ممكن هو يعني تضيع منه، خاصة انه هو عنده مشاكل كثيرة جدا في الدفاع، ودي مسألة مهمة جدا. الحاجة الثانية، عشان يلعب في ضغط عالي لازم الدفاع بتاعه يتقدم، عشان الدفاع بتاعه يتقدم حيخلي مساحات وراه، ودي المساحات اللي انت ممكن تستفيد منها في لعب الارسال الطويل. تلعب الكرة في المساحة، ما تلعب الكرة في رجل اللاعب، العب الكرة في المساحة، لعيبتك سريعين ممكن يجروا يشيلوا الكرة دي بفصاطة شديدة جدا جدا، ويخلقوا منها اهداف محققة. فدي مسألة مهمة. عشان يجي لي قدام عشان يلعب بخط دفاع متقدم، عنده حالتين، عنده حاجتين حيعمله، حيمشي لي قدام وبالتالي حيخلق المساحات دي، وفي نفس الوقت ممكن يلعب على الأوف سايد، وشافك انت بتقع في مصيدة الأوف سايد. الأوف سايد ده يا جماعة ما مسؤولية لاعب الهجوم، مسؤولية اللاعب القبل بيلعب الباص للاعب الهجوم، وبالتالي انت محتاج كلاعب وسط بفكر بعقله قبل ما يفكر برجله، يحس لما تحس ان الفريق بيلعب بالأوفسايد جيم، تاخده انت ذاتك معك، تمشي لقدام، تعمل نفسك حتلعب باص وتمشي لقدام مرتين ثلاثة، ما بيلعب تاني بالأوفسايد جيم،
لانه حيعرف انك انت حتخدعه. انت اذا خدعته بونتو بلعب سريع وباختراقات بتخليه هو قاعد ميتساي ما قادر يعمل بالضبط، الفراسه كلها بتطير. لذلك الترجي حيلعب معك بهذه الطريقه حتى انه انت ما تقدر تعمل. ما تتوقع انه الترجي يلعب تحت الكوره، بمعنى ينتظرك انت تبني اللعب الا اذا اجبرته انت على كده، لكن هو من اول الدقائق يجي يرجع ورا عشان انت تجيب بالكوره وبعدين ياخدها منك يعمل هجمه مرتده، بما بيعملها في الغالب. واذا عملها، عشان برضو المساله دي كلها فرضيات، يجب على فلوران قبل اللاعبين يدرك المغزى من هذا التراجع شنو. ما لم يكون الهلال مسيطر على المباراة زي ما حصل في 15 دقيقة الأولى أو 17 دقيقة الأولى في تنزانيا، أنت ضغطت عليه أحرزت هدفين انتهت المباراة، وبالتالي هو ما كان عارف يعمل شنو لغاية ما انتهت المباراة. أياتهم فرنيبش غيره كده لما ندخلوا الجون بقت 2-1، لكن قضت على بالجون الثالث تماما. فانت محتاج عشان تفكر بكده، الترجي ما حيدخل عشان انت تهزمه اصلا، ولا ما في شيء مقنع يعني بكده. انت بتهزمه بقصتك بتاعت الاستفاده من امكانيات لعيبتك، من السرعات بتاعتك، من اللعب السريع، من الضغط العالي والعكسي، وما بتدي فرصه اصلا للحركه. مرة تانية، الاجتهاد في نص لعيبتك الأساسيين يلعبوا طريقتك اللي انت بتلعب بها تلعب بها، ما تخلق يعني ما داير اشوف 3-5-2 وفي ناس برا وناس جوا، ونعنه مندي لعب كويس حالعب عثمان ضيوف ومندي والطيب مع بعض، ممكن تنجح لكن ممكن تخلق لك ربكة فظيعة جدا، لأنه انت معتدت تلعب كده، ما تدت ممكن تنجح، ما بقول لك ما ممكن تنجح، لكن ممكن جدا جدا تخلق لك كوارث، وده الغالب يعني، لأنه لعيبتك ما متعودين على اللعب بالشكل ده. حاجة تانية ومهمة جدا، إنه المباراة دي ممكن تنتهي بهدف واحد سواء للترجي أو للهلال كفوز يعني. انت ممكن تنهيها بهدف واحد، ممكن الهدف تيجي في الدقيقة 90، ممكن يجي في الدقيقة الاولى، ممكن يجي في نص الدقائق، المهم انك انت تحافظ عليه. هنالك ادراك بانه الهلال لا يحافظ على النتيجة في اخر الدقائق، حصلت القصة دي مع مرتين مع الترجي مع النجم الساحلي، والترجي بيلعب على اساس مبارياتك مع النجم الساحلي. الهلال لم يتغير كثيرا بعد الـ العودة لإكمال المجموعات، لكن الترجي تغير، والترجي تغير فكرا بمدرب جديد، الترجي تغير نوعية كرة بتاع اللعيبة أفضل، بيلعبوا كرة القدام ما زي القدام، خاصة في وسط الملعب. وسط الملعب الآن اللي فيه التقى وفيه رياض وفيه التوغولي ده رقم 38 بيلعبوا الكورة القدام، ما بيلعبوا الكورة بعرض الملعب زي ما بيلعب ناس أوغولي والجماعة ديل، ما حتلقى كده، تلقى الكورة ماشية القدام دائما. فمن الضرورة بمكان انك انت ترتب الامور بشكل جيد وبشكل ممتاز، وكل الذي نستطيع ان نقوله بالتوفيق للهلال، ربنا يسهل الامور. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة، تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله.